صباح الخير، وصلت على ريفاي سالون. تخيلوا متصلين عليه على الصبح يقولون مريم تعالي بسرعة، في واحدة يت هلو جود مورنينج، في واحدة يت من بريطانيا جايبة معاها شيء حق الشعر، تريتمنت حق الشعر للحين مو موجود، فأبي أجربه أول شيء على شعري وبقول لكم عنه. دقيقة شوفوا في شعري ولا لا. Okay, so tell me what you have. Dominic, take a seat. Let's bring it over to the side. Oh, yeah? الله يستروا بس. بس شو أسوي؟ لازم أجرب على شعري أول وبعدين أقول لكم لو حلو حياكم الله تعالوا سوونه، لو مو حلو لا ما راح أنزله. برافو. طبعا هالأشياء هذه هي غرفة العمليات. Be doing is using the Javanese replumping treatment. The replumping treatment is to replump the elasticity back into the hair after it's okay. عشان بنسوي لها تريتمنت بعد، ابي اشوف التريتمنت على الشعر الخشن. بس بتعرفين لو عندي انا هذا الشعر شنو سويت؟ كنت ضربت شاكيرا قلت لها انتي قعدي، وبيونسي كنت قلت لها انتي قعدي. اخ ليفل العب ليفل العب. غسلنا الشعر اول شيء بالشامبو بنفس البرودكت والكونديشنر مالهم. الحين راح نحط الماسك أو تريتمنت مثل ما تسمونه، بنحطه 20 دقيقة على الشعر، وبنسوي مساج حق شعر الشعرة عشان التريتمنت هذا يدخل في الشعر. شفتوا شلون الطريقة؟ بنخلي بس 20 دقيقة، ما في سوالف البابيليز ما بابيليز لا لا لا، 20 دقيقة بعدين بنروح نغسله. خلصت 20 دقيقة. مرة متحمسة أشوف شعري شلون راح يصير والله. خلصت 20 دقيقة. What I'm doing now is just rinsing out part 3. So again, to recap, step 1 was 2 shampoos with the replump and shampoo. Step 2 was our conditioner. We left it in for 2 minutes just to multiply that through the end. And then step 3, we left the treatment in. We've done it at the section. And then now we're rinsing that out. مساج مع فيكتوريا. هلو فيكتوريا. يلا ليتس جو. مستانسة يا قلبي أنا. يلا عليك العافية حبيبتي.